إنها ببساطة، وقد أحط طعامه برشوش السحر إحاطة، تحتقريه وتناكديه، والآن ترغبين في أن تنقذيه؟ أحبه يا أبي، أحبه وأغار عليه حتى من رموش عينيه. وما الفائدة؟ لقد وقع بين يدي الوالي، يطلب لابنته الشفاء، أو رأس زوجك سيغدو هو الغداء. أرجوك يا أبي، أتوسل إليك، أنقذه هذه المرة وسأغدو له زوجة صالحة أفضل ألف مرة. شر أن تذهبي إليه الآن، تقفين إلى جانبه في محنته تساعدي. ولكنني لا أفهم في العطارة، ولست على جانب من الشطارة. فهمي يا بني فهمي، إن مجرد وجودك إلى جانبه في محنته سيبعث الرضا في نفسه ويشد من أزره. حاضر يا أبي، سأنفذ كل ما تطلبه مني. إذن هيا أسرعي قبل فوات الأوان، أظهري له كل الود والاحترام. رغم ذلك لا أظنك ستبدلين من طباعك، لا فائدة. ترى هل الكوسة للوجه أفضل أم الخيار والبندورة أفضل؟ أم أجعلها على شكل لبخة وأكون أجمل من سيدة سليخة؟ أيتها التعسة، تقارنين نفسك بي نشسة؟ كلا يا سيدتي، ولكن غسي تأخذين مكاني، ولم يبقى إلا أن تتمرغي في أحضاني. سيدتي وليت نعمتي، فقط أردت أن أجرب العلاج بدلا عنك. ومن قال لك يا غبية
إنني سأعود لهذه الوصفات التقليدية. هيا اذهبي وإلى زوجي فركوش اسرعي. ولكن لماذا؟ أريد بعضا من الدواء الشافي والذي صنعه زوجي لبنت الوالي. وكيف تريدينه ما دام لبنت مولانا الوالي؟ ليس من شأنك أن تسألي. وهل بنت الوالي أفضل مني؟ بل أنت الأفضل يا سيدتي، والأجمل والأحسن يا سليلة وضاح اليمن. أنا زليخة بنت كهين المليحة. هل تعيدينني يا سيدتي أن تعطني ما يتبقى منه لوجهي؟ اذهبي إلى زوجي فركوش. هيا. أيها العطار، ماذا تريد أيها الحارس المغوار؟ أريد شيئا يبعد النعاس عن عيني. ها، هل أترك شغل سيدك ومولاك وأتلهى وأتغزل بعيناك؟ لا، بارك الله بشغلك وأفشل عملك، وبعدها أنا بنفسي سأتولى أمرك. يا فركوش، إذا ما وضعنا مقدارين من مسحوق ورق الورد على حجمين من زهر الرمان والليمون، ثم يا فركوش أضفنا وزنتين من الرائق الكلسي. الرائق الكلسي على خليط من سائل السليماني الذي تعافه نفسه. قد تكون خلطة فيها بعض التجاوز والسماح. يا سيدي، هيا اعقل وتوكل. أعوذ بالله. مرجانة، ما الذي أتى بك إلى هنا الآن؟ أرسلتني معلمتي. فعلا إنها وقاحة، تدخلين دون أن ألحظك بنفسي ولا حتى حرسي. أرسلتني إليك حرصا عليك. لم أفهم. دواء بنتي مولانا والحارس الواقف على بابنا. وما دخلها هي بكل هذا؟ دخلها ينحصر بهذا، والاعتراض لي على هذا. إنه في طور التجربة وقد يؤذي ولا ينفع. معلمتي تريد منه ولو بحجم إصبع، ألست أنت الذي يصنع؟ حاضر، ولكن قولي لها لست مسؤولا عن العاقبة. تفضلي. هاته، وما على الرسول إلا البلاغ. مرجانة، قولي لزليخة أن تحتفظ بهذا المقدار ولا تستعمله قبل عودتي للدار، فهمت؟ حسنا أيها العطار المغوار. هي أيها النائم، هل انتصبت قائم؟ هل أنجزت عملك أيها العطار؟ طبعا يا كبير الشطار. هيا، فإن مولانا الوالي يكون بالانتظار على أحر من النار. هيا. هاي أيها العطار، هل أحضرت الدواء؟ وهل أستطيع يا مولاي أن أتوانى وأن أترك مولاتي الصغيرة تعبانة مهانة، أو أن أجلس في بيتي وأكل خيار وأترك أميرتي الصغيرة تتعب وتنهار؟ معقول؟ قول. أحسنت، أحسنت أيها العطار، بل أحسنت أيها النطاسي. رغبتكم يا سيدي أوامر على خشمي ورأسي. إذن هيا هيا نلحق بها في غرفتها نعالجها. أنا طوع أمرك يا مولاي وتحت تصرفك يا سيدي، فلم يعد أمري بيدي حتى تشفى وتنهال وتطير. اسمع يا، ما اسمك؟ فركوش. فركوش يا مولاي، وأنا لست منكوشا ولا منفوش، أرجو أن يعجبك. لا يهم الاسم، المهم هو الفعل. فإذا صح علاجك وشفيت ابنتي على يدك، لك أن تطلب ما يعجبك إن شاء الله. أما إذا الله يا سيدي، فالدواء شغل مخي وتطبيق يدي. أنا حلوة؟ لا، أنا بشعة. أنا قبيحة؟ لا لا، أنا مليحة. أنت مريضة يا ابنتي،
وهذا فركوش النطاسي جاء يعالجك. ما معنى أنك نطاسي؟ أي أنني يا مولاتي طبيب مواسي. هيا باشر في علاجك لنرى نتائجك. اطمئني يا سيدتي ولا تخافي، سيكون بإذن الله هو الشافي. بهدبان أمر مولاي. ماذا سيفعل السياف يا مولاي؟ أهو ترهيب؟ لا يا فركوش، إنه ترغيب. فإذا ما عرفت مصيرك لدى فشلك ستعمل بجد وتنتمه لعملك. هيا تابع شغلك. الحمد لله، ما علينا قد عملنا، ها والبقية على الله سبحانه وتعالى. والآن يا مولاي هل تسمح لي بالانصراف؟ والنتيجة في الغد بإذن الله. انصرف وبيتك لا تغادر، سيرافقك ديدبان وعلى باب بيتك سيبقى ناطر. هل أذهب للبيت؟ وتتركيني أعاني قلق الوحدة والانتظار؟ لن يأتي مفعول الدواء قبل طلوع النهار. حسن، ولكن قبل أن تذهبي ضعي على وجهي غطاء لينا، قد يحفظ الدواء ويساعدني في نومي. حاضر. والآن تصبحين على خير، أراك في الصباح بوجه وضاح كالماء القراح. أجل يا عفرونة، كيف حالك اليوم؟ بأحسن حال، وماذا عنك؟ آه يا عفرونة، أنا بحاجة إليك لأمر ضروري. وأنا تحت تصرفك يا سيدي. إذن هيا تعالي. السلام على معلمي ومولاي. أهلا أهلا بك يا عفرونة، وعليك السلام. ترى ما وراء معلمي الشاطر؟ فعفرونة وكما تعلم بكل قواها لك تخاطر. مهمة عليك بسيطة، درس لفركوش وابنة اللئيمة.
إله إلا الله، لا راد لقضاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. يجب أن أنفد بجلدي قبل أن يقطع الوالي رأسي. أرض الله واسعة لأجرب حظي، هذا ما كتب لي وقدر. إلى اللقاء يا زليختي. يا الله أنقذني، أنقذني وترأف بحالي. البحر من أمامي وزوجتي وجند الوالي من ورائي، بل لسان زوجتي السليط وسيف مولانا الوالي. إلى أين أذهب؟ إلى أين أذهب بحالي؟ ما هذا؟ أفي حلم أنا أم في علم؟ لا لا لا، لا أظنك زليخة زوجتي، لا. بالطبع لست زوجتك، أنا جنية وقد جئت لمساعدتك. ماذا؟ جنية؟ يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. قلت إني جئت لمساعدتك، ما بال أذنيك؟ ألا تسمع يا رجل؟ نعم نعم نعم، انا 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 اسمع وارى، ولكن هل اعدت كلامك مره ثانيه؟ قلت ان الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءك، وها انا هنا كي اساعدك، اطلب ما تشاء. في الحقيقه يا انسه جنيه، ما احتاجه الان الهروب من هذا المكان. لم يكن الهروب يوما بحل لاي مشكله مهما كانت. ها قد بدأنا بالفلسفة.
ما هي مشكلتك؟ جنية، ولا تعرفين ما هي مشكلتي؟ تريد حلا لمشكلتك مع الوالد. ولكن اسمعي، لا تنسي زليخة، زوجتي زليخة. وزوجتك زليخة. اسمعي اسمعي يا تول جنية، أنا فعلا اقتنعت. يا جنية يا ملعونة، لو سمحتي هلا حضرت لي الدواء لأسقامي؟ أرجوك. بل سأعطيك دواء مضادا لما ادعيت أنه شافي ومرمضت وجه الأميرة به. وزليخة، لا تنسي زوجتي زليخة. وزليخة زوجتك. في الحقيقة يا أنسة جنية، أنا ما أحتاجه الآن هو الهروب من هذا المكان. سمعا وطاعة. إلى أين؟ لا فرق عندي، إلى أي مكان، شرط ألا يطالني سيف الوالي ولسان زوجتي. ماذا جرى؟ أم أنك تقولين ما لا تفعلين يا أنسة جنية ككل الناس؟ أصلا هذا واضح. عفرونة، اسمي عفرونة. أهلا، تشرفنا يا أنسة عفرونة. لو سمحتي هل أخذتني إلى جزر الواق الواق؟ حسنا، سأوصلك إلى جزر الواق الواق كما البراق، حيث الدرس الذي سيعيدك لأهلك وعشيرتك. وصلنا إلى جزر الواق الواق. على بركة الله يا أنسة عفرونة. يا أنسة عفرونة، لما لا تقتربين مني لنأخذ ونعطي؟ أقصد لنتفاهم معا. أنا ذاك ما طلبت. ماذا تريد الآن؟ ماذا أريد؟ برأيك أنت ماذا أريد؟ أريد أن أعيش يا عفرونة، أريد سكنا، أريد مهنة، أريد حلا للمصائب التي تركتها خلفي في بلدتي. ساعديني. أنت طلبت مني أن أوصلك إلى جزر الواق الواق، وهذه أشهر جزيرة من جزرها. هل أنا أغني في الطاحون؟ أم أنك تراجعت عما وعدت به؟ يجب أن تظهري لي في كل مرة بحالة. عفرونة، عفرونة، ها أنا ذا. يا عفرونة يا عفرونة، لما أنت هكذا؟ طيب والآن لنتفاهم، تعال. هل أعجبك سكنك أولا؟ لا بأس، بل أعجبني جدا، ولكن هذا لا يكفي يا عفرونة. اسمع يا فركوش، سأحدثك عن أحوال الجزيرة وأهلها طالما أنك ستعيش فيها. سأعيش فيها، ولكن كيف سأتدبر أموري؟ أي من أين سأقتات؟ كيف سأكل؟ قلت سأشرح لك كل شيء قبل أن تبدأ في طلبات قد لا أستطيع تنفيذها لك. ولكن كيف هذا؟ ألست جنيتي وتلبين كل رغباتي؟ ليس تماما.
ولكني قرأت في الكتب وسمعت في الروايات والحكايات بأن الماردة أو الجنية لا يرفضون. لكل قاعدة شواذ. في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشر. الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشر. مستمع يفكر وتصور وتمتع حيلا وتنور. مستمع يفكر وتصور وتمتع حيلا وتنور. وإذا كنت ذكي الفطرة اضحك في الحال عن العبرة. كان يا مكان كان يا مكان تتذكر وتذكر. هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟